مرحبا بحضراتكم والفقره الاخيره وزي ما نوهنا هنتكلم فيها عن الدوريات الاوروبيه وخلينا نرحب بضيفنا الاستاذ علي البحيري الناقد الرياضي. صباح الفل. صباح الفل. يعني كلام كتير جدا هيتقال في الدوريات الاوروبيه وفي حاجات غريبه بتحصل واحنا عايزين نفهم وسقوط يعني اسماء كبيره ونوادي كانت بتلعب كويس حالها اتبدل ونوادي ما كانتش بتلعب كويس حالها اتحسن. خلينا نبدا منين؟ ممكن نبدا من ليفربول امبارح يمكن خساره. انا عايزه اقول لك يعني انا محضره بعض المنشطات العالميه مش بس محليا نتكلم عن هذه الخساره. لا حاجه يعني لو اقول لك مثلا يعني اللي بيتكلم ان خطا وهمي من محمد صلاح وداسان مثلا برضو اقرا معاك استاذ علي بيقول لك هي هجمه طبعا الجريده ألسن بيكر حارس مرمى ليفربول بعد الخساره وقال لك هو اللي تسبب اصلا في الخساره وفي الاهداف اللي حصلت بعد تعامله الخاطئ مع الكرات وغيره وغيره من المنشطات اللي فيها يعني لزعه انتقاديه كبيره. شويه يمكن هي طبعا خساره مفاجاه ليفربول اول خساره الموسم ده في الدوري الانجليزي من ويست هام. طبعا فريق قوي يمكن دايما مباراه ويست هام وليفربول بتبقى دايما فيها نديه واثاره. هو امبارح فعلا أليسون ما كانش موفق وكان يستحق الانتقاد لانه امبارح سبب كبير في خساره ليفربول وطبعا غياب التوفيق برده عن بعض اللاعبين غياب طبعا فيرمينو عن تشكيله ليفربول هو عنصر اساسي في الفريق برده. محمد صلاح طبعا هو يعني نجم عالمي نجم بيقدم كل حاجه لليفربول احسن لاعب في الدوري الانجليزي احسن لاعب من وجهه نظري عالميا في العالم دلوقتي فاعتقد ان هو امبارح مش سبب خالص في الخساره يمكن هو فعلا غياب فيرمينو وبرده قوه ويست هام الخطه اللي لعبوا بيها تفكير المدرب مع طبعا اخطاء أليسون بيكر دي ساهمت امبارح في الخساره الاولى لليفربول في الموسم يعني.